وأهلا فيكم في حلقة جديدة على قناة اليوتيوب من قلب مصر. حاليا أنا في دولة مصر، في عنا عيار لخمس سيارات درفت في كراج MKZ Performance. حاليا أنا بالفندق طالعين على الكراج إن شاء الله. في عنا خمس سيارات كلهم عليهم كمبيوترات لينك ECU وعليهم BDM ECU Master. فراح نشغل BDM أول شيء، نعمل بيس ماب لكل السيارات، وبعديها نبلش نعاير السيارات واحدة واحدة على الدينو. حاليا حنحرك من الفندق باتجاه الكراج. تقريبا من الفندق اللي أنا فيه للكراج تقريبا ساعة، فهلا بناخذكم لفة بالطريق ونفرجيكم الكراج ونفرجيكم السيارات اللي راح نعايرهم، ويلا بينا. وهلا وصلنا كراج MKZ Performance، هلا راح افرجيكم السيارات وراح اطلعهم على الدينو نشرح لكم شو في عليهم قطع. اول سياره في عنا E46 عليها محرك 2GZ، هاي نيسان سيلفيا تبعت زردق برضه عليها محرك 2GZ. هلا هاي شغالين فيها على البي دي ام والسياره اشتغلت امورها تمام. هلا شوي راح اطلعها على الدينو. بحلم الموضوع انه منطقه صناعيه شوي بعيده عن الناس والاصوات والازعاج. بي ام دبليو E30 ما بعرف عليها موتور بس بنشوفها. الصراحه شغل شيء مرتب يعني. حلو واحد يكون الكراج بعيد عن كل عجبية الناس. وهي طلعنا اول سيارة على الدينو BMW E46 عليها محرك 2GZ عليها BDM تبع ECU Master. وخلينا نفرجيكم ايش فيها على السيارة ونبلش نعاير السيارة على الدينو. نفرجيكم ايش فيها عليها قطع، محرك 2GZ VVTi عليها تيربو D3900 عليها بخاخات 1700 cc، الموتور عليها بساتن درعان كرنك معدلين، الجيل عليها دوك بوكس سامسونس، تانك بنزين ريديوم مش مرتب. وهلا راح نبلش ندعس بالسيارة. خلصنا عيار السيارة هاي مرة تمام الحمد لله ايش مرتب. هاي السيارة فعليا انا اشتغلتها حاليا من الصفر. شغلت السيارة اول اشي على البي دي ام، بعدين شغلت اللينك ECU وشغلت اللينك مع البي دي ام. وهاي السيارة اللي هي سيارة زردق اللي هو صاحب كراج MKZ Performance. صراحة جد ما شاء الله السيارة شغلها كثير مرتب، عليها برضه تيربو الفخم اللي هو G3900 كثير كثير منيح هذا التيربو صراحة للتاندم دريفت، جد بفيد لانه بعطيك بوست عالي وتورك عالي من 40 واطي. برضه الموتور عليه بساتن درعان كرنك كم شفتها معدلين، عليها شاشة الهالتيك الاي سي 7 حلوة كثير صراحة، وعليها سيكونشال جير بوكس من شركة اس جي تي، وعليها كمبيوتر لينك ECU اكستريم اكس، وعليها الكيباد اللي هو برضه من شركة ECU ماستر، كاربيتر مي خلفي، وعليها تانك بنزين ايريديوم. صراحة جد ما شاء الله السيارة شغلها كثير مرتب، وهلا رح نطلعها على الدينو ونعايرها. Thank you.
الانفيا تبعت زردق. المشكله كانت فيها انها السياره عم بضلها تفتح بوست، فحلينا الموضوع بانه نركب دبل وزجيت بدل وزجيت واحد، هي وزجيت وهي الوزجيت الثاني، فان شاء الله انها تنحل المشكله ونعاير السياره على خير. عملنا اول رن على الداينو، الحمد لله زبطت امور السياره. لما حطينا دبل ويز جيت صار البوست يضله ماسك طول الوقت، يعني احنا عملنا رن هلا شايفين هذا البوست هي 15 بي اس اي، بضله طول ما انا داعس 15 16، ما عم بطلع اكثر. المشكله اللي كانت قبل تصير بيكون مثلا 15 بي اس اي فجاه بصير 25 بي اس اي على العالي، فانحلت هاي المشكله بانه نحط دبل ويز جيت وامور السياره الحمد لله هلا تمام. صار يمسك البوست بطريقه كثير احسن، وهذا التيربو جي 30 بالاخص لازم الافضل نحط له دبل ويز جيت، مش لكل السيارات اللي بواجهوا هاي المشكله فعليا. وهلا راح نكمل عيار السياره وان شاء الله نجيب فيها احسن حلوه تكون امورها 100%. الحمد لله خلصنا عيار السيارة، جابت تقريبا 46 ويل هورس باور، يعني تقريبا 750 800 انجن، وجابت تقريبا 840 نيوتن متر تورك، فجد ما شاء الله السيارة حتطلع كتير حلوة. لازم يروح يجربوها هلا ونعاير انتلاق ايش مرتب. حاليا بلش شغل بالسياره الجديده اللي هي برضه لزردق، مازدا ار اكس 7 بس عليها محرك 2 جي زي في في تي اي. اول شيء بلش فيه انه اعرف الاي سي يو ماستر بي دي ام، شايفين هذا البي دي ام تبع الاي سي يو ماستر. هذا البي دي ام الحلو بالموضوع انه بتبطل فيها فيوزات السياره، كل شيء بيتحول عن طريق البي دي ام. اول شيء بعمله انا اني اشغل السياره على البي دي ام، بعديها اعطي كهرباء لكمبيوتر اللينك، ومن كمبيوتر اللينك بعمل بيس ماب للسياره. عرفنا الكيباد، هاي الكبسه للانتلاج، وهاي الكبسه للبوست، وهاي الكبسة للدواو، وهاي الكبسة للمراوح. طبعا كل اشي بيشتغل عن طريق اللينك وعن طريق الاي سي يو ماستر. وعرفنا هاي الشاشة، شاشة الهالتك الاي سي 7،
هاي السيارة ما راح نلحق نخلصها لأنه لسه ضايل عليها شغل ميكانيك، بس أنا فعلياً شطبت كل السيارة، عرفت كل الشغلات اللي لازم نعرفها على البي دي إم وعلى الكمبيوتر وعلى الشاشة، ففعلياً كل إشي شغال، حتى الكيبات شغالة. فكل اللي عليهم إنه بس يخلصوا جمع الماتور، بس عليهم يعملوا ستارت إنجن السيارة بتشتغل، ومنعيرها أونلاين لأنه هاي السيارة حيكون فيها إيثانول، فبقدر أعيرها أونلاين. هاي سيارة صديقنا عمر، عملنا لها بيس ماب ولكن للأسف ما كملنا عيارها لأنه ترمبة البنزين فيها خربت، ترمبة البنزين طلعت خربانة، فإذا أنا بكمل عيارها على هاي الترمبة راح يكسر الموتور. فهو قرر إنه يغير التانك، نظام التانك، بده يحط تانك راديوم بدل هذا التانك. أنا صراحة هذا التانك سيء، بصير يجمع وسخ، بخرب فلتر بنزين، بدخل على البخاخات وبيخربوا، فقرر إنه يغير تانك بنزين، بده يحط تانك راديوم، وبعدين راح نعيرها برضو أونلاين. هي 2 سيريز تبعت هشام الخطيب، عليها محرك 2GZ VVTi، عليها بسات درعان كرنك، كم شفتات معدلين. الحلو بالموضوع انه عليها تيربو جارج GT900، هذا احسن تيربو فعليا، انا بعطيك بوست عالي من 40 واطي وبتاخذ تورك عالي، فهذا الشيء كثير بفيدك ببطولات التاندم دريفت. عليها دعسه كهرباء، ثلاجه معدله، وعليها كمبيوتر لينك اي سي يو، برضه عليها بي دي ام اي سي يو ماستر. شغلنا السياره وكل امورها تمام، وهلا حنطلعها نعايرها. هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله تكون الحلقة البسيطة هاي عجبتكم. صراحة سفرة كثير جميلة وتجربة كثير جميلة، جد فعليا أنا كثير حاب إني أنا عم بتطور في هذا المجال اللي هو مجال العيار، جد هذا كان حلمي من وأنا صغير. الحمد لله أهم شيء واحد دائما رضا رب العالمين ورضا الوالدين. فمشوفكم في حلقة تانية، ولا تنسوا لايك شير سبسكرايب عشان مرتب.